بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حنعم قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتفكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس وذكر الحديث. ذكرنا جزءا من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانوا صادقين، لأن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 84 رجلا، أكثرهم كانوا منافقين، ولكن كعب بن مالك ومن معه ممن تخلفوا 3، اللي ربنا قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة كانوا صادقين، تخلفوا بغير عذر، ليس نفاقا ولكن معصية، عصوا، وقعوا في أمر التسويف والتفريط لغاية ما تباعد عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشعروا بما وقعوا فيه من عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فتابوا وصدقوا في توبتهم، فقبل الله عز وجل منهم هذه التوبة. ولكن عاقبهم في الدنيا، وعقوبة الدنيا مهما كانت أخف من عقوبة الآخرة، بل لا تقارن بعقوبة الآخرة. فهنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعقوبته لهؤلاء الثلاثة الصادقين، أن الإنسان المؤمن قد يعصي في الدنيا وقد يستوجب العقوبة، وأنه وإن استوجب العقوبة فيها فهو بتوبته يتوب الله عز وجل عليه، والعقوبة تكفر عنه ما يكون عليه من عذاب يوم القيامة. فهؤلاء الثلاثة، أحدهم كعب بن مالك ذاكر أو راوي هذا الحديث، ذكر أنه لما تخلف كان شابا وكان قويا وكان غني ولم يكن له عذر، وكان أول مرة في حياته يملك راحلتين، الصحابة مش لاقين اللي يركبوا للغزو وهو كان يملك جمالين، فعلى ذلك عذره هنا أنه سوف وبكرة أحصل النبي صلى الله عليه وسلم غدا لغاية ما تباعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلم يقدر أن يصل إليه. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أراد كعب أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يبرئ به نفسه، فسأل أهل المشورة من أهله، فكلهم قالوا له اكتب قل له أي حاجة، وهو إذا استغفر لك ربنا يغفر لك. فأجمع الصدق أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد جهزت رحلك؟ أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم قال هنا في الرواية: ألم تكن قد استمر ظهرك؟ ألم تكن قد استمر، يعني محضر الراحلة استمرت، معنى قوية الظهر اللي هتركبه، إيه اللي خلاك تتخلف؟ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر له كما قدمنا بالأمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. فعرفنا من الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد شرك قد صدق، المفهوم أن التنين كذبوا، البضع والثمانون رجلا اللي اعتذروا كانوا يكذبون. قال: فقم حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيك.
قال فقمت. لما قام قال قام إلي رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت قبل هذا، وقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا أهل الشورى ما يكونوش صادقين في الشورى بتاعتهم، ويكونوا يدلسوا على الإنسان أو يقولوا له شيء ما هو الصواب، لذلك الإنسان يستنصح الناصح ولا يستنصح أي إنسان. ممكن إنسان يمشي في هوى صاحبه يقوم يقول له أي حاجة تفيد في هواه. ولكن هنا كعب بن مالك كان رجلا حازما، كان رجلا حكيما عاقلا، وحنشوف الدلالات على ذلك من هذا الحديث. فمن ذلك أنه قبل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان محضر أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس أمامه تذكر أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وأنه لو كذب الله سبحانه تبارك وتعالى سيفضحه حالا، يبقى على ذلك الصدق من جاء، فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر أنه غضبان منه وأنه خلي أمرك لله لغاية ما يحكم فيك، إذا بناس من قرايبه يقولون له يعني أنت عدست أنك تكذب عليه، أنت ما كذبتش قبل كده، اكذب مرة كان هيحصل إيه يعني، كنت قلت له وكان هو هيستغفر لك، طالما استغفر لك فربنا هيغفر لك، الأمر سهل. هذه ليست نصيحة صحيحة. فلما قالوا ذلك كاد يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويكذب نفسه، كاد، ولكن الله عصمه سبحانه وتبارك وتعالى، فقال هل وجد أو أتى أحد من الصحابة بمثل ما أتيت به، حد تاني غيري؟ فقال قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان، يعني مش أنت لوحدك، في اثنين كمان فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال قلت من هم؟ قالوا مرارة ابن الربيع العامري أو العمري، وهلال ابن أمية الواقفي، دول الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. وهلال ابن أمية ده اللي هو ده في قصة نرمى امرأته بشريك ابن سحماء فابتلي ابتلاء آخر كان قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكروا رجلين صالحين، يعني كعب بن مالك بيقول ذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة. يعني هو كعب ما شهدش بدرا وما شهدش ان هو اراد التخلف، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم فيها، لكن الاثنين التانين شهد بدرا، والله عز وجل اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال ذلك لأهل بدر، ومع ذلك عوقبوا في الدنيا. الاثنين دول ممن شهد بدرا فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يبقى ما فيش حد معصوم من أنه يقع في المعصية، وقع في ذلك والله عز وجل تاب عليهم بعد ذلك. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. الجزاء بقى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بعقوبة هؤلاء الثلاثة. لاحظ أن اللي بيتعاقب في الدنيا الآن الصادقون، الصادقون مش الكاذبون. الكاذبون ما قالش لحد أطعوه ما تكلمهمش، الذين صدقوا عدل لهم العقوبة في الدنيا حتى يوافوا الآخرة وليس عليهم ذنب من ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بعدم مكالمة هؤلاء، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم فاجتنبنا الناس، فاجتنبنا الناس. قال وتغيروا لنا. كان من الممكن ببساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم أنتم صدقتم، طيب ربنا يغفر لكم، توبوا إلى الله يتوب الله عز وجل عليكم. لكن ترى هل هذا الأمر حينفع في الأمة الإسلامية؟ حينفع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للثلاثة خلاص تبتم، المرة جاية في الغزو يتخلف 20 واحد وخلاص تاب الله عليكم، المرة اللي بعدها ما حدش يطلع خالص؟ لا، لابد من عقوبة في الدنيا يعاقب الإنسان بها، حيث يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على جيشه، يحافظ على أمته، يحافظ على أصحابه، إن اللي يذنب يعاقب فيها، وليست العقوبة إنه خلاص خرج من الدين ولا إنه ضاع، ولكن أهي تكفر عنه ما يكون في الآخرة، وفيها التحذير للغير إن ما حدش يعمل كده وإلا حيصاب بمثل ما أصيب به هؤلاء، فكان لابد من العقوبة.
فقاطعهم الناس، قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي من الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فضلوا على هذا الأمر قد إيه؟ قال فلبسنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة الإنسان وهو في البلد طالما بيسلم على فلان ويعرف فلان ويتعامل مع فلان قاعد وحاسس بنفسه أنه موجود، لكن ماشي كل الناس محدش بيكلمه. هنا قال تنكرت لي الأرض، كأني مش بلدي دي، كأني مش ناسي دي، ما فيش حد بيكلمه ولا حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكن وقعد في بيوتهما يبكيان. صاحباه اللي تخلف معه، الاثنين كان من الشيوخ، كانوا كبار في السن، فما قدروش ان هم يخرجوا يواجهوا الناس، وهنا ما رعاش النبي صلى الله عليه وسلم كبار في السن، طب معلش نسامح هؤلاء، لا، العقوبة على من تخلف هو لا ينطق عن الهوى، انما بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. فعاقب الاثنين قعدوا في البيت ما بيطلعوش من البيوت، عمالين يبكوا 50 ليلة الا قعدوا فيها. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه. قال وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. أنا كنت شابا وكنت قويا، حاعد في البيت إزاي وسيب صلاة الجماعة إزاي؟ فكان يخرج رضي الله عنه. قال فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد. وشوفوا طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول طبعا أكلمه معلش، ألا بعدين يتفلت، ألا يخرج من الدين، ألا لا، طالما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يكلمه، ما فيش حد يكلم معه. فيقول رضي الله عنه فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين. قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه فأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام أم لا. يعني كان يجي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما يردش عليه عليه الصلاة والسلام، فهو يبص في شفة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب يا ترى حرك شفته بالرد علي حتى في سره ولا ما ردش. هو يرجو من ذلك ايه؟ ان يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ودعالي بالرحمة، دعالي بالرحمة، ولكن ما بيشوفش هذا الامر. يقول ثم اصلي قريبا منه، اصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني أثناء ما بيصلي يبص على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى بيبص له ولا بيعمل إيه. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. فإذا كان هو في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص له شفق عليه ورحمة به، ولكن بأمر الله عز وجل لا يكلمه. فيقول حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. يعني حتى قريب أبو قتادة الابن عمه فتسور عليه، دخل له البستان بتاعه من السور بتاعه فسلم عليه ما ردش عليه السلام. قال فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، أحلفك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت ما ردش عليه، لأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم. قال فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. يعني ما ردش عليه كلام مباشر، ولكن قال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيني وتوليت حتى تسورت الجدار، طلعت من الجدار. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة، أهدي من الفتن بقى، فتن وابتلاء، انه ما هوش يوم واحد حيقطعوه، 3 ايام يقطعوه، لا معطينه 50 يوم. 50 يوم هنا بيقول بينما انا امشي بسوق المدينة اذا بنبطي من انباط الشام، اذا بنبطي من انباط الشام، الانباط اللي هم الفلاحون، يعني الفلاحون. فبيقول ان واحد فلاح من التجار بتوع الشام جاي وعمال بينادي. قال رضي الله عنه قدم إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان. أدي فتنة تلتة من الفتن اللي تعرض لها، عشان نعرف قوة إيمان هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل كل المسلمين مقطعينه،
حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ما يردش عليه السلام، طيب يشوف قريب وأبو قتادة أحب الناس إليه يسلم عليه ما يردش عليه، يسأله ما تعرفش إن أنا بحب الله ورسوله، يقول له الله ورسوله أعلم، كان بلاء عليه. فهنا بقى من أشد البلاء هذا البلاء، يجيله واحد من عند ملك غسان. إيه ملك غسان ده؟ ملك من ملوك الشام، كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان من ممن يجهزون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر تجهيزه للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان بيلقي الزعر والخوف في قلوب المسلمين. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال، يعني بتجهز الخيل بتاعتها عشان تدينا. وفي رواية قال: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان، ده عمر اللي بيقول هذا الشيء، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فقد يعني امتلأنا خوفا من ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. فهنا هذا الملك بيبعت لهذا الصحابي رسالة، في رواية أنها في سرقة من حرير، بعت له قماشة حرير مكتوب فيها رسالة له. الرجل ينادي من يدل على كعب بن مالك، فدلوا آدي كعب بن مالك. قال: فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبة، يعني أنا بنعرف نقرأ ونكتب. ففي هذه الرسالة قال: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوفوا الفتنة بقى هنا، الملك باعت لهذا يقول له: بلغنا أن صاحبك قد جفاك أطعك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع إلا مقعدك، وربنا مش حيزلك إلا مقعدك هنا، فالحق بنا نواسك، سيبك منهم تعالى عندنا إحنا حنواسيك. في رواية عند ابن أبي شيبة قال: نواسك في أموالنا، تعالى حنديك، مش عايزينك تغير دينك ولا غيره، خليك زي ما أنت، تعالى حنديك فلوس ونديك اللي أنت عايزه وإحنا حنواسيك. هنا بيطمعه فيه، لو أي إنسان آخر كان عامل إيه؟ يقول: أنا على ديني على الإسلام، وأروح زي ما أنا عايز، أروح أمريكا، أروح أوروبا، أروح زي ما أنا عارف، ويدوني اللي هم عايزين وأعمل لهم اللي هم عايزينه كمان. ولكن هذا الصحابي الفاضل قوة إيمانه جعلته يفعل إيه؟ قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، وهذا أيضا آدي بلاء تاني ربنا بيبتليني به، بلاء في أنه تخلف عن الغزوة، بلاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بمقاطعته، آدي بلاء آخر من البلاء، أن الملك عايز يفتنه في دينه. فقال: فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني أطع عن نفسه هذا الشيء، الرسالة دي هي اللي هتخلي بيني وبينه علاقة، خد احرق الرسالة. هنا من ذكائه وفطنته وحكمته أن يفعل ذلك. لو أن الإنسان طب خليها عشان أوريها للناس بعد كده شوفوا مين بعت لي، يقوم كل شوية يبص لها، طب إيه، طب ما أروح معايا هذه الرسالة أذهب إليه، ولكن حرقها، قطع عن نفسه الصلة أصلا، قطع عن نفسه العلاقة بهذا الإنسان. في رواية ابن أبي شيبة قال: فقلت إنا لله، إنا لله، قد طمع في أهل الكفر، قد طمع في أهل الكفر. قال: فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني ولعت في الورقة وحرقت أو هذه الرسالة إلا أرسلها. لاحظ أن كعب بن مالك رجل من العرب، وكعب بن مالك الآن هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، هو كان شاعرا من الشعراء، وعادة شعراء العرب أنه يقبلون الصلات، الشاعر العربي هيقول شعر ليه يعني إلا علشان يدلوا عليها حاجة، يمدح ده يعطيه، يبقى في نفوسهم التشوف لهذا الشيء. هذا الرجل يبعث إليه الملك تعالى العادة وهو شاعر، أروح أخذ منه الصلة بتاعته يديني، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى عصمه بذلك. ما قالش للصحابة أنتم مش عايزيني، طب دول عايزيني، ما قالش طب ألا دول حيفتنوني، الحقوا أنتم بقى اتعدلوا معايا بدل ما أروح لهم، لا لا، ولكن صبر على أمر الله، قعد بعد هذا الشيء، الأمر ده كان بعد 40 يوما، وتاب الله عز وجل عليه في اليوم 50 من ذلك كما سيأتي بعد ذلك، نرجئ الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.